أهلا وسهلا بالجميع، معكم سيرين من أتلي كروشي سيرينا لتعليم الكروشيه والتطريز. في ورشة اليوم سنقوم بالجزء العلوي لميشكا، أي منطقة البطن إلى فوق كما ترون هنا، بعد أن أنجزنا القدمين. ولكن قبل البدء بهذه الورشة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات، ولا تنسوا يمكنكم تقديم طلبياتكم على موقعنا الخاص الظاهر على الشاشة www.serenacrochet.com. لنبدأ بالورشة. هنا بعد أن أنجزنا رجلي ماشا وقمنا بحشوهن، سنقوم الآن بالجسم. أول شيء سنقوم بوصل القدمين مع بعض. بكل رجل لدينا 38 غرزة، أي سنشتغل غرز حشو على الجزء الأول ونصل في آن واحد بالجزء الثاني لنشتغل بقية الغرز، وسيكون في هذا السطر العدد النهائي لغرز الحشو وهو 76، وهي 38 مع 38 لكل رجل. فسنقوم بمقابلة الرجلين مع بعض هكذا، وسنقوم بوصلهما بعلامة الغرز بصفة منتظمة عند غرزة. إذا حين نصل إلى عند نقطة هذه التلاقي سنتجه إلى الجهة الثانية ونكمل بعد ذلك سنعود. إذا استفدنا عندما نقوم بالتطبيق. إذا هنا أول غرزة عند هذه الرجل، هذه ثاني غرزة، يجب أن تقابل الرجلين مع بعض. لا يمكن أن أحدد لكم العدد. سنضع علامة الغرز عند أول غرزة انطلقت منها، أكمل إلى أن أصل إلى العلامة التي قمت بتثبيتها. هذه هي العلامة، سنشتغل عندها ثم سنذهب مباشرة إلى الرجل الثانية عند نفس العلامة. لاحظوا جيدا، عند نفس الغرزة التي بها العلامة، وسنقوم بغرزة حشو هكذا، ومن ثم سنكمل عند الرجل الثانية. سنكمل عند هذه الرجل إلى أن نصل إلى مستوى العلامة مرة ثانية. كما تلاحظون وصلنا إلى عند العلامة مرة ثانية، لنعيد الاشتغال على نفس الغرزة بطبيعة الحال. سنقوم بنزع هذه العلامة وسنذهب إلى الطرف الثاني من الرجل الثانية عند الغرزة التي لم نشتغل عليها، سنقوم بغرزة حشو بصفة عادية. ومن ثم نواصل غرز الحشو إلى أن نصل إلى طرف القطعة، أي نقطة البداية. والآن السطر الموالي، لاحظوا جيدا ما سنقوم به. سنقوم بتسعة غرز حشو، واحد تزايد، ثماني غرز حشو، واحد تزايد. سنقوم بهذا التكرار أربع مرات، وسيكون عدد الغرز النهائي للسطر 84. نبدأ بذلك مع بعض. إذا تسعة حشو،
ثم 1 تزايد، ثم 8 حشو، واحد تزايد، سنكرر نفس ما قلنا به، 9 حشو 1 تزايد، 8 حشو 1 تزايد إلى أن ننهي السطر ثم نعود. والآن السطر الموالي سنقوم بعشر غرز حشو 1 تزايد ثم 9 غرز حشو 1 تزايد، سنكرر ذلك أيضا 4 مرات، والعدد النهائي لغرز الحشو لهذا السطر سيكون 92. سنقوم بذلك مع بعض، سنبدأ بعشر حشو، ثم 1 تزايد، ثم 9 حشو، واحد تزايد، إذا سنكرر نفس الشيء، 10 حشو 1 تزايد، 9 حشو 1 تزايد لنهاية السطر. والآن سنقوم بثماني أسطر من غرز حشو بدون تزايد، وسيكون عدد الغرز لكل سطر 92. نقوم بهذه 8 أسطر ثم نعود. هنا أنهينا 8 أسطر من غرز الحشو كما تلاحظون. والآن السطر الموالي سنقوم ب44 غرزة حشو 1 تناقص، 44 غرزة حشو و1 تناقص. سنبدأ السطر مع بعض، هذه 44، والآن 1 تناقص. سنكمل نفس الشيء، 44 غرزة ثم 1 تناقص، سيكون العدد النهائي لغرز هذا السطر 90. والآن سنقوم بأربع أسطر من غرز حشو في كل غرزة غرزة حشو، والعدد النهائي للغرز لكل سطر هو 90. إذا نكمل 4 أسطر غرز حشو ثم نعود.